أبشر 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 يعني أبشر يعني أبشر 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 اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من اقليم سيدي سليمان، وبالضبط من جماعة اولاد حمادي. اليوم مع هذه الأسرة هذه ومع هذه السيدة اللي كتعاني الأمرين وقساوة الحياة، لقطة اللي ممكن انها يعني تهز المغاربة كاملين صراحة. هي وليد يعني في العمر ديالو 14 سنة، هذه الأم ملقاتش يعني مجموعة من الدواعي، الفقر، ضيق اليد، بزاف ديال الحويجات. فكما شفتوا في البداية ديال هذا البث المباشر، لأنه يمنع علينا منعا كليا أنه ناخذوا معنا الأطفال الصغار، وحنا يعني بقينا مع الأم يعني باش تلبي لنا هذه الرغبة، لأنه القانون فوق يعني علينا كاملين. فغنخليكم مع هذه الأم اللي غادا تحكي لكم المعاناة ديالها مع هذا الإبن اللي مسكين، ما لقاش اللي يعاونها عليه، ما لقاش جمعيات، باغا تقريه، باغا توصلوا، ولكن الغالب الله كما كتقول ما لقيش ليه جهد. اختي مرحبا بك معنا على قناه شوف تي في، شنو الواقع ديال هاد الوليد؟ علاش كتربطيه؟ علاش وصلتي لهاد المرحله توليتي كتربطيه؟ هو خويا انا من جامعه ولاد بن حمادي اقليم سيدي سليمان. انا تنعاني مع هاد الوليد، عندي مريض عاد فيه عنده التوحد، اعاقه توحد، وما خليتش فين مشيت، وما خليتش الباب اللي مشيت ليه دقيته وتفتح ليا، اللي الباب اللي طقيتو تيتسد في وجهي، ما خليتش فين مشيت، وانا ما عنديش، والولد ما صعيب، تزاد لي هكاك، تزاد لي هكاك، ما تيهضرش وما تيفهمش وما كيسمعش. واش تبرجي ديالو مسكين دوك يتناول داكشي؟ رجليه كامل نتعوج، انا كان ما تيتمشى لياش من رجليه نهائيا، وبقيت معاه تنخدم وتندير، تدقيت له شي شواكي شويه ولا تيتمشى ليا. ودابا هذا الرباط هذا زعما لقيتي حل؟ حيت تربطو باش تنحميه، ما يخرج ليا للطريق، تيخرج ليا يمشي، كاين حدانا الباسان ديال الما كبير ثلاثة المرات، والعساسة تيجيبوه ليا، كان غادي يطيح يموت. أنا تربطو باش ما يخرج لياش الولد، حيت ما تيفهمش وما تيعرفش لا فين يمشي ولا فين يجي، حيت ما تيفهمش باش يرجع للدار، إلا خرج ما يرجعش. وحدايا الشانطي دايز، وانا ما عدتش كيفاش ندير ليه، الا طلقتو تيرول ليا الدار، يدور الكوزينه، ما يعرف ما ياكل، وعليك واش مسكين يعني حتى ملي كتربطو ما كيقيش داك الرباط، كيبقى يخلي ما تي كون كان تيفهم كون حيد داك الرباط اللي رابطاه في رجلو يحلها، كون كان هو تيفهم. وانت كتشوف يعني انت ماشي دايره ليه زعما شي قنبه ولا ما دايره ليش عازيف، هو غير ملاهياه بداك الزيف، ملاهياه باش ما ينوضش، يبقى يرون وبقى داك الشيء، ولا زاد المجمر راه كامل محروق من يديه ومن كل شيء محروق، جاد المجمر، اه المجمر، وكامل ما فهمش، وكامل اتحرق. من ديك الساعه انا بديت تربطه. والوالد ديالو خدامك بحالو بحال عباد الله، نهار خدام ونهار جالس، وانا خدام جالس وخدام بعيد. عندي وليدات اخرين، عندي ثلاثه الوليدات وبنيه. هو قريتي ما والو يعني ما تلقى نديه، تيقولوا لي ما يقراش هذا. مشيت للجمعيه انا في سيدي سليمان، عند هذيك مونيا بلا سميه الله يجازيك بخير، الجمعيه وصافي ياك، الجمعيه ديال سيدي سليمان ديال المعاقين، مشيت عندهم قلت لهم الله يجازيك بخير، انا هذا الولد رانا تنعاني معاه ورانا معذبه معاه، الا بغيت نمشي نتقدى ولا نمشي نتسوق على ولادي ولا نمشي نخدم ولا هذا، ما عنديش كيفاش ندير، ما عنديش مع من نخليه، ما عنديش اللي يقابلوا ليا، وانا الحاله ضعيفه ما عنديش، الله غالب، خصني ضروري نمشي نخدم باش نوكل ولادي. ما قلبوش ليهم زعما شي مؤسسه فين يستقبلوا؟ مشيت لعدهم وبكيت وشكيت وبكيت، صيفطوني لسيدي قاسم، ومشيت لسيدي قاسم الجمعيه ديال المعاقين ديال سيدي قاسم، قالوا لي عاد راهم تيعدهم المبيت وعشدوه، ومشيت وما بغاوش يدخلوني حتى من الباب، جراو عليا، قالوا لي هاد سميتو خاصك تخلصي الترونسبور ب 7000 ريال، وماشي في سيدي قاسم، في سيدي سليمان، في سيدي سليمان،
ونسيه دابا على حساب سيدي سليمان، وخاصك تخلصي 7000 من وليت لسيدي سليمان عاد هذيك الجمعيه ديال المعاقين، قال لي خاصك تخلصي 7000 ريال ديال الترونسبور اللي عيديه يجيبو مع 8 ديال الصباح ويخرج مع 12، واللي ترجعوه مع الجوج 7000 ريال تحطيه في الشهر، وتخلصي 15000 ريال تخلصيها لي هذه شهريا باش عاد يدخل هذيك الجمعيه. هذه الجمعيه يا كريم تنقسم بالله العلي العظيم، ولادي حرام عليا، قال لي 15000 ريال تحطيها في الشهر وانا ما عنديش حتى شي ليله. وهذه الجمعية واش مستافدة من المبادرة ديال الوطنية الملكية للتنمية؟ الله أعلم، أنا ما عرفتش، الله اللي كيعلم. أنا قالوا لي الجمعية مشيت. مشيت من الطبيب ديال الحومة وتبعت للطبيب الكبير، ومن الطبيب الكبير صيفطوني للطبيب ديال هنية في قنيطرة في طبيب الغابة، ومن طبيب الغابة صيفطوني لمولاي الطبيب ديال مولاي الحسن. مني تقولوا لي سيري الطبيب اللي تنمشي لعنده، قالوا لي راه عنده التوحد وما عندنا ما نديروا لك، وسيري شوفي شي جمعية. ملي مشيت للجمعيه حتى الجمعيه ما قبلتني، تيجيبوا على الاقل حتى المعاونه ما تيعطيوهاش ليا. هذه 14 عام والناس ميتين، 14 عام 10 سنين ميتا في القبر، وتيجيو تيمشيو يفرقوا عليهم. كيفاش تيفرقوا عليهم المعاونه؟ فرقوا عليهم ديال كورونا، وحنا لا ما خدمتش انا ما ناكلش، ولا ما خدمتش ما نشريش الدواء لولدي، وإلا مشيت للطبيب المخزن ما تيعطيونيش حتى شي حق. فين ما مشيت انا ما مستافده حتى شي حاجه، بحال انا ماشي مواطنه، بحال هذا الولد انا ما محسوبش، بحال ما عنده حتى شي واحد من غير ربي الحبيب وجلاله الملك. انا ما عندي الثقه حتى في شي واحد من غير جلاله الملك الله ينصره. انا مشيت لعاد رئيس الجماعه ديال رئيس الجماعه حسن الصناك، قلت لك قبيله ما تسميش، الله يحفظك ليا لاله، ما بقيتش تسميني انا الاسامي، ما بقيتش تقولي ما نسميش. مشيت عند رئيس الجماعه، رئيس الجماعه ديال ولاد بن حمادي، مشيت لعنده قلت له ها الولد ديالي ها الحاله كيفاش دايره، ومشيت على رجليا واحد المسافه طويله، ورجعت انا واحد المسافه طويله، ولدي ما تيزيدش ليا، عشويه تيزيد تعيا تنهزو على ظهري. ومني مشيت لعنده قال لي صافي سيري ديه وجمعي له شنو عاد ديري الوراق، سيري صوريه وديري واجي عندفع لك العد المندوب. داكشي اللي درت، رجعت سنيتو حتى للجوج عاد جا، ووليت قال لي انا غادي نصاوب لك وغندفع لك العد المندوب، صاوبي له صوريه ولي اجي عندي. ومشيت جريت وصاوبت له صورته، ووليت جمعت الوراق ومشيت لعنده وديت شهاده طبيه، مشيت لعنده. مني مشيت ثاني تسنيت حتى للجوج ونص وانا في الباب، عاد دخلني، من دخلني قال لي صافي الامور ديالك انا غادي نصاوب لك والولد ديالك، وحسبي المعاونه وحسبيني غنعاونك وغادي كل شيء. من بعد ما استفدت حتى شي حاجه، اكذب عليا، وحنا تنصوت حتى حاجه ما كاينه. لدابا تيكذب عليا، انا خليت له الله الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق. علاش هذيك ديال الدوله وديال سيدنا الله ينصرو، ما ديال حتى شي واحد، وحنا مواطنين كاع ولاد الشعب كامل المستافدين اللي عندهم الولاد المعاقين، الا انا ما عنديش، ربما كاين شي وحدين اخرين. علاش واش انا واش ماشي واش انا جيت من اسرائيل او لا انا ما نعم. علاش انا مني، علاش انا واش ماشي مواطنه، واش انا ما يمكنليش انا ولدي يستافد، ما يعاونوني، ما عطاوني حتى شي باب اللي انا غدا نتفاجئ منه. انا تنخدم راه الولد عدي جالس تنترجى الله ربي الحبيب. ودابا شنو هي رسالتك؟ حنا دابا وضعنا الرقم ديالك هنايا على هذا المباشر هذا، باش الناس اللي بغاو يعاونوك ولا بغاو يساعدوك، دابا شنو محتاجه انت لهذا الوليد هذا؟ تنطلب من المحسنين ومن الناس اللي قلوبهم فيهم الحنان، هما يعاونوني على هذا الولد. انا بغيت ولدي ندير ليه سكانير، شي جمعيه اللي يساعدوني ويقرا ولدي ويعاونوني عليه، يعاونوني عليه. انا ولدي ما مستافد، ولدي كامل عواج، دابا كامل ولا عوج، عندو الإعاقة ولات تقريبا بحال تقولي جسدية، ما تيهضرش وما تيفهمش وما حتى شي حاجة، وكامل تيتعوج، ومن تيمرض ليا 15 يوم ما تياكل لياش النعمة. وقلت لي أنه كتجي شي حالة تتجيه واحد الحالة، إلا ما كانوش خمسة الناس ولا ستة ما يشدوش. مشيت أنا للطبيب الكبير دخلوه بغاو يعلقوا له على السيروم، خمسة الناس وما دازلوش السيرون، ما داروش له حتى في العرق، بقى عاد تعمر له يده ولات له يدو كدها هكا.
من هنا هذاك الدواء ما تيمشيلوش حتى في العرق. هزيت وقالوا ما عندنا ما نديروا ليه، سيري شوفي شي جمعيه. وفين هاد الجمعيه؟ ما كاين لا جمعيه لا والو، هادشي كله على هضره. انا ما عندي حتى شي واحد من غير الله وجلاله الملك. نعم نعم نعم، وكنعرفوا انه ريح اخويا تفضل، فكنعرفوا انه كاين عدد من البرامج وكاين عدد ديال المشاريع راس ملكيه في هذا الباب هذا، والعنايه بالاشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه. ما كنسميهمش حنا معاقين لانه ذوي الاحتياجات الخاصه. وهذا الطفل كما كنعرفوا كاين، وخصوصا ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كان هذا هو العمل ديالها الكبير. ما يعني صراحة سيدي قاسم أو إقليم سيدي قاسم بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال الخروقات صراحة اللي كتعيشها، بزاف ديال الحويجات. أعتذر سيدي سليمان، عفوا هنا بسيدي سليمان، يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي يعني صراحة علامات استفهام كبيرة موضوعة عليها. ما عرفناش المسؤولين ولا كذلك المصالح الخارجية ديال وزارة التضامن والأسرة، المصالح الخارجية ديال الوزارة ديال وزارة التجهيز، نازل التعاون الوطني، هاد المجموعه ديال هاد المصالح. لانهم اللي كنقولوا المسؤولين خاص الناس يعرفوا انه المسؤولين راه ماشي كنقصدوا غير المسؤول، راه غير هو هذاك اللي جالس فيه، راه من المنتخب حتى لهذوك المسؤولين ديال الحكوميين اللي كيجيو يعني كيمثلوا المصالح الخارجيه ديال الوزارات، واللي هما عندهم يعني برامج وطنيه، برامج اللي حكوميه. ما عرفناش هاد الناس شنو كيديروا، ما عرفناش هاد الناس شنو كيقدموا للمواطن. ففيما كنمشيو كنسمعوا كاين نقص كاين خصاص، لا حول ولا قوه الا بالله. خويا انت الاخ ديال هاد الاخ ديال هاد الوليد هذا، خذ الميكرو من عند الوالده. ف يعني بالنسبه لذوك الجمعيات، وهاد الجمعيه سميتها جمعيه اليسر. نعم زحب بدلا بدون ذكر الاسماء، الله يجازيكم بخير. هاد الجمعيه مستافده من المبادره عندهم. مستافده من مبادره وطنيه كدعمهم الدوله باش هما يعاونوا الناس. نعم المحتاجين المعاقين. نعم ولكن هما طلبونا الفلوس، ذوي الاحتياجات الخاصة عفوا، طلبونا الفلوس هما باش هما يداويو خويا. وخويا حنا ما عندناش، فهمتش؟ كان عندنا حنا نداويو خويا. واش مأكد من الهضره اللي كتقول؟ كنقول لك هاد الهضره فري يا خويا، راه حيت هادي كتبقى كتسمى يعني اتهامات وادعاءات يعني اللي خطيره. نعم يعني ملي غادي يقول لك اعطيني فلوس مقابل هذيك الخدمه اللي مجانيه. نعم شوف راه خويا راه ما قرب الميكرو عندك، قلد داك. نعم قلد الطبه، ما عندناش فلوس. نعم باش نداويو راه الدرب ضيع واج من رجليه. راه قرب ما بقاش اعاقه دينيه. وانت دابا كخو الكبير كيفاش كضل يعني كضل براسي؟ انا رب ما خدام ما ردام باش نعاون على والديا باش عاف الماكله. حنا راه حنا اصلا ساكنين عارف ديور المخزن، ما عندناش حتى دار يقدروا يجيو يخر، ماشي حتى ديور المخزن هادو ما عارفينش حتى ديال من، يقدروا عام من غدا يجيو يوقفوا علينا نخرجوا نولي انا في الشارع. انا مزوج عندي 20 عام ومزوج، انا جايب ديك المراه باش تعاون على الوالده ديالي مسكينه. راه بكثره هاد المشاكل راه صحتها حتى هي تدهورات. كتشوف خويا بحال ما هكاك هو غادي كيكبر وكيضيع بينات عينيها، ما لاقياش كيفاش حتى طريقه باش غداويه. بنادم الله يحسن العوان هي اللي كنشوفو. هو فهمني كبده صعيبه اخويا. جيت قلت انا نتزوج عاوتاني باش نتحرك، راه مره كنتحرك عا في الفلاحه، مع عندي ديبلوم ميكانيك والو، ما محرك لا في شركه لا في حتى شي حاجه. عا جالس انا راه مره نتحرك في 50 درهم و50 اش عدير ليا، ومره وعاود العروبيه وساكن عاد في ديور ماشي حتى ديال كانوا على الكرا بعدا تقول ماشي حتى ديال المخزن. هاد الديور كانوا فرحيناش عليا، انا نتكا في ديور المخزن سارة ديور المخزن كيتسمى. نعم ما عمر شي واحد يلوحك فهمني. نعم نعم ولكن دابا من غدا يوقف عليا شي واحد نولي انا مشرد. نعم لا انا بمرتي لا بالوالده لا بخويا، راه هو حتى نتوما كتشوفوا فيه حاله يرسل. هذا الشيء مأثر عليكم حتى نتوما؟ راه بزاف راه مأثر علينا فوق ثانيا بزاف حق الله. غنبقاو مع الام في اخر كلمه الوالده، كلمتك للمغاربه اللي كيشوفوك الان واللي شاركوا معاك القصه ديالك وهذا الهم ديالك اللي هزاه، اللي الله يسمح لنا من الوالدين اولا واخيرا. هاد الدموع ديالك غاليين اميمتي، دموعك غاليين وكبدتك هذه يعني، خصوصا ملي كتشوفي انه ما كاين كما قال ولدك، ما عندك كديري، ما عندك لا ما تقدمي لا ما تاخري على قبله، كتشوفي فيه كضيع قدامك. الله يحسن عوانك صراحه. رسالتك للمسؤولين والناس والمغاربه اللي كيشوفوا. رسالتي للمغاربه والمسؤولين
يشوفوا يعاونوني ويساعدوني على هذا الولد باش ندير له السكانير وباش نشوف شنو عنده. وانا ما عند ما في استطاعتي باش ندير هذا الشيء كامل. شي جمعيه اللي تكلف بيه. انا دابا ما عارفه ما معاوني حتى شي واحد وما عنديش شي باب اللي غادي ندقه ولا شي حاجه. صافي ما عارفاش فين نمشي. ودابا تنطلب من الناس المسؤولين هما يعاونوني ويرجدوني ولشي جمعيه اللي تكلف ليا بولدي ويتعالج. حتى وانا بغيت ولدي يقرا وانا بغيت ولدي يهضر وانا بغيت الا كانت شي حاجه لبعده داكشي ديال الله الحمد لله. نعم انا حمد الله وشاكره ولكن عندي واحد النقص واحد حتى انا بغيت نشوف ولدي بحال الناس كاملين بحال ولاد الناس. انا ماشي جاهله ولكن تنطلب حتى انا بغيت ولدي نشوفه بحال ولاد الناس على الاقل. وكان غير العنايه وكل شيء. وانا ما فحاليش انا ولدي راجلي مريض عاب المعده وتتعرف الدواء ديال المعده شحال غالي. النص تيخدم داك الثمن قليل والنص ديالو تيخسرو على راسو وانا مكمله. انا تنخدم بدراعينا يلاه جيت دابا تنجي انا واقفه مع ولادي. تنخدم في الميرسة. تنخدم في الفلاحه. هي في الشركه ديال رؤاي إغري ماروك في الفلاحه شركه الفلاحه. فمشاهدينا متابعي قناه شوف القصه ديال هاد الوالده وديال هاد السيده هذه انتم سمعتوها مع الابن ديالها اللي كيبلغ 14 سنه واللي عنده مرض توحد. وكما كتعرفوا هاد المرض راه ماشي غنقولوا مرض نادر، راه مرض شائع وعدد من الاسر المغربيه كتعيش معاناه كبيره وكتخبط بوحدها مع هاد المرض هذا اللي مسكوت عنه صراحه. وكاينه ميزانيات وكاين جمعيات اللي كتخدم في هذا المجال وكاينين الناس اللي الله يعني كاين الشرفاء وكاين النزهاء اللي كيخدموا وكيخدموا للصالح العام وكيخدموا لمصلحه هاد الاطفال وهاد الناس وهاد الاسر لا من خلال الاعانه ديالهم لا النفسيه ولا الماديه. يعني راه هاد الناس راه هاد السيده اللي قدامي الان فوالله العظيم لا انا اكيد انها محتاجه طبيب نفساني لانها كتعيش مشاكل كبيره. كتعيش مشاكل كبيره هي بوحدها بعدا نفسانيا مدقدقه وكتشوف ولدها كي قدامها كيتعذب. ف في انتظار تدخل يعني للجهات المسؤوله. الجهات المسؤوله هي تحمل مسؤوليتها في هذا الباب هذا وكذلك الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال هذا. ففضلا منكم وليس امر نتمنوا انكم تشوفوا هذا اللايف هذا وكنتمنى الناس اللي كيشاهدوا معايا هذا المباشر انهم ينشروا هذا اللايف هذا وينتشر على نطاق واسع باش يوصل للجمعيات ويوصل القلوب الرحيمه اللي ممكن انها تجي تساعد هذه السيده وتقدم لها يد العون. ويعني راه ما وصلت للمرحله ديال انها تربط ولدها ودير ليه يعني كما قالت هي فراه كنربطوا باش نحميه باش ما نخليهش يمشي للشارع باش ما يمشيش للطريق ضربوا شي حاجه ولا يضل دالع كما قالت لانه كيبقى ضيع. وهنايا كنعرفوا المنطقه فلاحيه كاين عدد من يعني لي باسان ديال السقا كاين مجموعه ديال الحوايجات اللي خطر واللي ممكن انهم يعني يشكلوا عليه خطر واللي يقدروا يؤديوا به شي حاجه اللي لا تحمد عقبها الله يستر. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي الرقم ديال هذه الاسره هذه هو 06 فين هو الاخ؟ يعطينا النمرة عافاك. نعم ونتمنى فالكلام اللي قال الاخ ديال هاد الوليد هذا انه الجمعيه كتطلب منهم فلوس فهذا هذا شيء خطير وخطير جدا. كنتمناو المصالح ديال يعني هنا المسؤولين هنا بعماله مكناس وهنا نعم اقليم سيدي سليمان. نعم اقليم سيدي سليمان. عفوا. اقليم سيدي سليمان. فعلا انا السيده ما نقولش سميتها ولكن فعلا طلبوا مني الفلوس. ومني تنمشي لعندهم تنقول لهم انا نستافد عمل القفه بعدا نعطيها على ولادي ما ياكلوا. تيقولوا لي سيري الولد تيدير 18 عام. تيولد 15000 ريال. طلبوها لي قالوا لي ديال تحطيها في الشهر. و7000 ريال ديال الترونسبور اللي يديه ويجيبوه انا في العروبيه وانا ساكنه عا في الخلا. و تيقولوا لي سيري لا باش يقرا بحالو بحال الناس وديه وجيبيه. كيفاش عندي انا ولدي يجي يديه مع الثمانيه وانا ما فحاليش وما عنديش انا حتى باش نتسوق على ولادي. كاين نهار اللي تيكون ما تلقاش ثمن نطيب لولادي وغادا نقد انا ب 7000 ديال الترونسبور و 15000 ريال في الشهر باش هما يشدوه. سيدينا متابعي قناة شوف تيفي للأسف هادشي كيحز في النفس. هادشي كيحز في النفس صراحة. العمل الجمعوي الرسالة ديالو كبر من هاد الهضرة اللي كنسمعو.
ماشي وسيله للاسترزاق، ماشي وسيله لاننا نلعبوا على المآسي ديال الناس. فكنتمناو انه ان هذا الكلام اللي قالت هذه السيده صراحه هو مؤسف، وكنتمناو انه يعني كاين حق الرد بالنسبه للجمعيه اللي بغات تدوي وتوضح الموقف ديالها من هذه القضيه هذه، فلها حق الرد حتى هي، وحنا راه الاشاره لانه هذا الشيء غير مقبول صراحه. ان صح هذا الكلام فهو غير مقبول، لانه لا يمت للعمل الجمعوي بصله. وكنتمناو انه ما تكونش هذه الهضره كاينه، وكنتمناو انه يعني يكون غير شي سوء تفاهم، لانه هذا الشيء كيضر بالعمل الجمعوي عامه والعمل الاجتماعي. خويا الرقم ديالكم 06 84 53 49 49 01 01 01 04 84 53 49 01. هذا هو الرقم ديال الأسرة اللي بغى يتواصل معاهم واللي بغى يقدم يد المساعدة ويد العون، فالله يجازيه بخير والدال على الخير كفاعله إخواني مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكذلك الله لا يضيع أجر المحسنين. وغنرجعوا للموضوع ديال الجمعية، فإن ثبت هذا الكلام هذا وكان ما يفيد بالدليل، فهنا كان يعني هنا فكنطالبوا بأن القانون ياخذ مجراه ويتفتح تحقيق ويكون شفاف من المصالح المعنيه باش نعرفوا واش هاد الناس فريمون يعني الاموال ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمخصصه لهاد الفئه من المجتمع، واش يعني واش هي في ايادي امينه او في ايادي غير امينه. ففي نهايه هذا البث المباشر كنتمناو كما قلت في الاول انه الجمعيه تخرج ببلاغ ولا تخرج عندها حق الرد باش توضح هذا اللبس اللي واقع، وفي نفس الوقت كنطلب المساعده والمساعده لان هذا هو الموضوع ديالنا، نساعدوا هذه السيده ونقدموا لها يد المساعده. فالله لا يضيع اجر المحسنين المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي، وحتى اللي ما قدرش يساعد ولا ما عندوش باش يدي الله يحسن العوان فيبارطاجي هذا اللايف على نطاق واسع. في نهاية هذا البث المباشر كنشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والتفاعل ديالكم الإيجابي. الكل لالا كيقول لك الله يوفقك، الله يصبرك، الله يكون معاك، يعني الناس كاملين صراحة تعاطفوا معاك، بقى فيهم هذا الوضع ديال الإبن ديالك 14 سنة وباقي كتربطيه باش ما يبقاش يخرج للزنقة، صعيبة وصعيبة بزاف. فكنتمناو لو أنه يدخلوا الجمعيات المعنية بالأمر واللي كتخدم في المجال وتوضع هذا الوليد في المكان المناسب ليه ويتقرب البيداغوجية اللي كتصلح ليه، وممكن أنه ما نخليوش ما يحسش براسه أنه معزول وأنه نكرة في هذا المجتمع. في نهاية هذا البث المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، نتمناو يتحققوا هذه الأمنيات اللي تمنينا. إلى اللقاء، كان معكم منير من إقليم سيدي سليمان جماعة ولاد بن حمادي.